السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في راجل معاه عقد غالي جدا وكان مسافر وخايف العقد دي او يتسرق، راح للبياع بره وقال له ممكن يا عم البياع تخلي العقد ده معاك امانة؟ البياع قال له ماشي وخلى العقد معاه. لما الراجل رجع واحتاج العقد واتزنق فيه راح البياع قال له هات العقد بتاعي وطلبه برد الامانة، بس البياع قال له انا ما خدتش منك حاجة، انا مش فاكر عقد ايه اللي انت اديتهولي ده، وانكر الموضوع خالص. فالراجل يعني ما بقاش قدامه غير الخليفة، راح ليجر وقال له حصل واحد اتنين تلاتة، الخليفة نصحه نصيحة من ذهب، قال له انت هتروح تقعد قدام المحل بتاع الراجل ده 3 ايام ورا بعض، هتروح تقعد ما تتكلمش معاه خالص، هيعدي اليوم الاول عليك، هيعدي اليوم الثاني، هيعدي اليوم الثالث، رابع يوم هتلاقيه معدي بالحرس بتوعي قدامك، هنزل من على الفرس بتاعي وهسلم عليك، ما تقفليش، وانت قاعد هترد لي السلام، لما اسالك ترد عليا على قد السؤال بالظبط. طبعا الراجل ما فهمش اللي بيحصل، بس ما قدروش غير ما ينفذ. راح وقعد فعلا يوم اتنين تلاته ما اتكلمش مع البياع خالص، وفي رابع يوم بالفعل وهو قاعد لقى خليفه معدي فعلا بالحرس بتوعه زي ما قالوا، خليفه نزل من على الفرس بالفعل وسلم على الراجل والراجل رد السلام وهو قاعد. طبعا الناس كلها مذهوله بتبص على الخليفه اللي نزل والراجل قاعد مكانه وبتاع، فجأة اكتر بقى لقوا الخليفه بيقول له انت ما بتجيش ليه بقالك فتره؟ ما بشوفكش ليه؟ الراجل رد على الخليفه برضه بحدود وراح جاي قايل له ايه؟ قريب هعدي عليك. الخليفه قال له هستناك ومشي. ولما الخليفه ادى ظهره ومشي للموقف بتاعه طبعا صاحبنا البياع طلع يقول له انت قلت لي العقد كان له ايه؟ كان عامل ازاي لو بجد فكرني كده؟ ودخل طبعا المحل وجاب له العقد وجده له. الراجل بقى ثاني يوم صاحب العقد راح للخليفه عشان يقول له شكرا يعني انت عملت معايا واجب كويس جدا، العقد وصل لي اهو تمام. بيبص لقى البياع موجود عند الخليفه والخليفه بيحاسبه حسابين، كذب وخيانه امان. فعلا صدق الان اخذ الحق حرفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.